الحكاية باختصار كبير للرئاسة والإخوان والمعسكرين. ليه مش فاهمين؟ ليه مش حاسين؟ لأن الشعب المصري كله معمول له كمين. مفيش إحساس، مفيش إخلاص تحت المداس، فأكيد العمالة تنداس. ضرب الرصاص كريك لك الراس، فين الأساس؟ بطلوا بقى بشغل الوسواس. 18 مجند مصري ماتوا في أحداث القطر، 111 مصاب وانت قاعد في القصر. صحصح شوية سيبك من الإخوان، شوف بقى بلدنا حالها بقى تعبان. شوف الشباب وتابع البطالة، في ناس كتير على القهاوة قاعدة مش شغالة. في ناس شقيانة والناس تعبانة، والذنب بذنب سعادتك لخيانتك للأمانة. أنا هستغرب على إيه ولا إيه خلتنا ندم إن مصري والبركة فيه. أنا هستغرب على إيه ولا إيه خلتنا ندم إن مصري والبركة فيه. نفسي في يوم حل البلد يتغير، نفسي تفكيرنا يكبر ما يبقاش صغير. جميع الأحوال تبقى واضحة ما فيش حد يحير. هسألك سؤال، هل عجبك الحال؟ شوف حال الغلبان، هل في زمنك ليه مكان؟ مش طالبين ان احنا نعيشها بالمكان، بس دينا فرص عمل صالحة للشبان. بكلام هدخل على الحكومة، القواضي مش ملمومة، بطاقية في الشوارع وبيحبسوا ناس مظلومة. هوضح اكتر، حكومة واقفة بتهزر، شايفة تجار سلاح ومخدرات واقفة بتتفرج. هقول لك حاجة واحدة، دي غلطتنا احنا اننا اخترناك وعيشنا نفس الصدمة. فوضى وانسياب بالضحك عن وش غاب، عايشين على طول في عذاب وهو ده الانقلاب. تفرقة عنصرية.